تواجه وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتي الاتهامات من قبل قيادات الشرطة بمحاولة الحصول على ما وصفوه بصلاحيات واسعة من خلال تعديل بروتوكول الشرطة. بحسب القادة المعترضين، تسمح الصلاحيات التي تتطلع باتي للحصول عليها بتدخل الوزيرة في مسائل إنفاذ القوانين المحلية وتجاوز المسؤولين الأمنيين، وهذا يحتاج إلى موافقة البرلمان على حد تعبير بيان رسمي. مسودة البروتوكول الجديدة المعدلة ذهبت لمنح باتي صلاحيات فائقة، لذلك فإن هذا البروتوكول لابد أن يمر عبر تشريع جديد في البرلمان. وتحاول وزيرة الداخلية مراجعة بروتوكول الشرطة الساري منذ عام 2012، وقد أرسلت مسودته الجديدة لكبار قادة الشرطة للاطلاع عليها. التعديل المقترح لاقى انتقادات واسعة بسبب منحه الوزير الحق في طلب إجابات من كبار ضباط السلك، وقد انتقدت رابطة الشرطة ومفوضي الجريمة بشدة البروتوكول المقترح الذي سيسمح لباتيل بتكليف قادة أمنيين بأية مهام. ليس هناك سلطة قانونية رسمية لوزيرة الداخلية لمطالبة رابطة الشرطة والمفوضين بتقديم معلومات، وأي ضغط لمنح هذه المعلومات هو بمثابة تجاوز للصلاحيات. وبحسب لجان المختصة، تجبر النسخة المعدلة للبروتوكول كبار الضباط بأخذ موقف المحايد في المواقف السياسية، ما من شأنه أن يحد من دورهم في ردع بعض السياسات كالتقشف ومنع بعض المواد الخطرة التي قد يشعرون أنها تؤثر على مكافحة الجريمة في البلاد. وبالعودة إلى موضوع إيرلندا الشمالية وإقرار جونسون بخطة لتعديل في هذا البروتوكول، معنا من لندن السيد جوناثان ليز الصحفي والباحث في الشأن السياسي، أهلا وسهلا بك. إلى أي مدى تعتقد بأن جونسون هو جاد بالفعل في إحداث تعديل على بروتوكول إيرلندا الشمالية؟ يقول أنه جاد، ولذلك يجب أن نصدقه، ولأن ذلك تهديد خطير. ما يقوم به هو تهديد خطير، وإذا نفذه فإن الاتحاد الأوروبي سوف يرد على ذلك بشكل جاد، وقد ينتج عنه حربا تجارية، وسوف يكون له تأثير اقتصادي على الشعب البريطاني. كل هذه المخاطر الاقتصادية وحتى التداعيات السياسية يعرفها جونسون قبل غيره، إذا لماذا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة وفي نفس الوقت هو يريد أن يحدث اتفاق ثنائي؟ لماذا السير في مسارين متناقضين؟ هذا سؤال جيد، وليس من الواضح بالضبط تحديدا. كان يتحدث عن الحرية، وعن كان يتحدث في الماضي عن الاتحاد مع أوروبا، وهو الآن يواجه الكثير من المشاكل، لذلك إنه يمكن أن نقول أنه يلعب لعبة سياسية، وأنه يحاول بمقايضة الاتحاد الأوروبي، وأنه يلعب لعبة تجارية مع الاتحاد الأوروبي، ويدفع الاتحاد الأوروبي إلى تغيير موقفه، وهذا أمر شديد الخطورة، لأن الاتحاد الأوروبي سوف تفرض عليه بعض الغرامات بالتأكيد. ولكن لماذا سيضطر الاتحاد الأوروبي مثلا إلى تقديم تنازلات؟ والجميع يعرف أن فكرة تعديل قانون أو بروتوكول إيرلندا الشمالية لا يحظى بالإجماع حتى في داخل حزب المحافظين. الاتحاد الأوروبي يمكن أن يقدم تنازلات بسيطة، لكن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة توقعوا على اتفاقية، ومن العادل أن نتوقع التزام الطرفين بهذه الاتفاقية. الاتحاد الأوروبي ينفذ الاتفاقية، ولكن المملكة المتحدة لا تنفذ الاتفاقية، ولذلك
فلأنك الاتحاد الأوروبي يمكن أن يفرض بعض التنازلات، ولكن هناك بعض المفاوضات الاتفاقية قد تم التفاوض عليها ووقع عليها الطرفين، ولذلك فإن المملكة المتحدة ليس لها أي حق في تعديل هذه الاتفاقية، ولا يمكن أن تقوم بهذا الإجراء بشكل أحادي أبدا. كما تقول، بريطانيا وقعت على هذا الاتفاق الآن تناور للحصول على تغييرات، وأيضا التغييرات ربما لها تداعيات. كما تعرف شين فين غير راضي عن فكرة التعديل أحادي الجانب، وثمة تلويح بطرح فكرة الاستفتاء للاستقلال عن المملكة المتحدة في حسابات الربح والخسارة. هل جونسون يسير في الطريق الصحيح؟ Johnson is going in a very wrong path. إن جونسون يتجه إلى الطريق الخاطئ تماما. وجدنا في إيرلندا الشمالية هناك أزمة لا يمكن تشكيل الحكومة، لأن شين فين كما تفضل تنفيذ البروتوكول، وكذلك أيضا فإن الحزب الوحدويون معارض لهذه الاتفاقية. لذلك كانت هناك كما تعلمون حربا، وبدلا من أن يقول جونسون بتهدئة الأوضاع والمحافظة على اتفاقيات السلام الماضية، فإنه يهدد السلم والأمن في أيرلندا الشمالية بطبيعة الحال. طيب، هنا أسأل عن جونسون، إلى أي مدى يوظف مسألة إيرلندا الشمالية ومسألة التجارة مع الاتحاد الأوروبي ومع المملكة المتحدة، إلى أي مدى يوظفها لصالحه للهروب من الأزمات الداخلية ودعوات الإطاحة به أو الاستبدال في رئاسة الوزراء، أكثر من اهتمامه بقضية التجارة مع الاتحاد الأوروبي أو حتى الوضع المعيشي والغلاء في بلفاست؟ Well, he is not making it in his favor. إنه لا يخدم نفسه أو لا يخدم أي صالح، لأن هذه الإجراء سوف تزيد من تفاقم الأزمة المعيشية ولن تصلح وضعه السياسي، لأن المملكة المتحدة إذا غيرت القانون وغيرت القانون الدولي فإن ذلك لن يحدث فقط حربا تجاريا مع أكبر حليف تجاري للمملكة المتحدة، ولكنه أيضا سوف يقوض سمعة المملكة المتحدة الدولية بعدم احترامها للاتفاقيات الدولية، وسوف يزيد من تفاقم المشاكل الداخلية. هذا الكلام منطقي وصحيح، ولكن هنا السؤال، لماذا إذن جونسون يسير في هذا الاتجاه إذا كان في غير صالحه، في غير صالح حزبه، وأيضا في غير صالح بريطانيا؟ أعتقد إنه يحاول أن يلعب لعبة سياسية، إنه يحاول فعل ذلك للخروج من مشاكله الداخلية وأزمته الداخلية مع المعارضة، ومحاولة وضع سياسة ترضي أطرافه وترضي حزبه وترضي المعارضين له، هو يريد أن يحدث نزاعا مع الاتحاد الأوروبي. لذلك فإن جزء من الحكومة أيضا يؤمن بأن البروتوكول بحاجة إلى تعديل، ولكن المشكلة هي أن البروتوكول تم الاتفاق عليه وتم التوقيع عليه ولا يمكن تعديله بأي حال من الأحوال، وليس من الجيد خلق المشاكل، ومن المتوقع أن تكون هناك مشاكل إذا ما أقدم على ذلك.